يعني أي واحد يتصور أنه ابنه مصاب ويطلع عليه يعني الأبوة، شو يريد يساوي الواحد؟ يعني يحترق قلبه حر، ابنك أو بنتك. عندي بنت معاها 3 فتحات بالقلب، عجزت عنها الدكاترة، قالوا لي ما يصير لها عملية، نجاح عمليتها 10%، بعتها على دكاترة وبعتناها على تركيا، قالوا لي خليها عندك بالبيت، بدك تحاول تغذيها تغذية، وأنا زلمة ما عندي هالقدرة حتى أغذيها أو أطعمها، يعني عيلتي 10 نفوس. أمورها صعبة شوية من سوء التغذية، بدي دواء لها بالشهر يعني مو تحت 20-25 ألف شهريا بس دواء، وأنا ماني قادر على هالدواء هذا أجيبه من الصيدليات أو من غيرها وسواتها.